بسم الله الرحمن الرحيم، متتبعي قناة خرز عبد القادر، مرحبا بكم. تطلقوا من جديد في حلقة جديدة كالمعتاد. حلقتنا ديالنا اليوم، هاد الحلقات اللي غندير اليوم هما جوج حلقات تيهضروا على الحريق، الحريق ياما الحريق، الظاهرة الحريق، حرقوا مشاو لبرا، غادي نحرق ما غادي نحرق، هاد المصيبة الكحلة ديال الحريق. واحد جوج ولاد مصاحبين أو تصاحبوا بعضياتهم، صاحب ماشي ولد حومته، ولكن واحد صاحب مع واحد، تلقى واحد مرة في واحد لاصال تيترينيو، وفي ديك لاصال تعرف في لاصال تيترينيو الدراري واخا ما تيكونش يعرفوا بعضياتهم، وحط يصلح الاخر في لاصال تيقول لها لا بغيتي تهز السكر، كل واحد تيولي مدرب ديال الاخر في لاصال. تلاحظوا في لاصال سيتو لاصال ديال الحديد، تيهزوا الاوزان الثقيله وداكشي، تيخدموا لي مسك ديالهم، تيتعرفوا بعضياتهم الشباب، تعرف معاه، ولكن وقات عندهم واحد المعرفه ولكن سطحيه، ديك المعرفه تيتلاقاوها في لاصال، تما فين تيتلاقاو تيهضروا في لاصال، ولكن تيمشيو الله يهنيك الله يهنيك. استمرت هذه القضيه هذه واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا تعرفوا مزيان، شي نجعلهم زاد ديك المعرفه ديالهم للزنقه، ولا تيتلاقاو في العشيه تيمشيو يشربوا قهوه، انت فين ساكن انا ساكن هنا وانت فين ساكن انا ساكن هنا، اش تيدير باك اش تيدير با. واحد فيهم اللي تهمنا حنا، واحد الشاب اللي كان في عمره 26 عام، الغريب في الأمر عند والدي غير هو، من بعد ولدته معاودش ولدات، وكان عزيز عند والديه، كان عزيز عند والديه اللي عنده موتور كبير ديالو وعنده سيارة وتيدشي لاصال وتقرا إنجليزية وشد البكالوريا ديالو بمونسيون. هذاك السيد الاخر اللي تصاحب معاه اللي تعرف معاه، وثانيين هاد الولد اللي هضرنا عليه دابا، هذا اللي لاباس عليه وباه لاباس عليه بصح، عنده فلوس، راجل فلاح من واحد الجهه، عنده تجاره ديالو في المدينه، ما خاصو خير، وساكن في واحد الفيلا كبيره، الاخر لا، الاخر ساكن في دور حي شعبي كما قال ليه، كما قال لي، لان هذا كان تيقول لي الاخر، تيقول لامو شابي تيقول بان بواه عنده واحد الكراج ديال ميكانيك ميكانيكي، وبانه مشى للتكوين المهني وقرا المكننه لا ميكانيك، وبانه تيقول ملي غيكمل الدبلوم ديالو غادي هو يدير كراج كبير ديالو كذا كذا كذا، هكاك العلاقات ديالو. جمعتهم هذيك الطونبيل اللي كانت ديال السيد المعني بالامر الاول، كان الاخر تيشوف لي هذه تيصلح لي هذه تيقول لي هذه خصك تبدلها هذه كذا، انه تعرف لا ميكانيك، ولكن ولاو صحاب بعضياتهم. حتى واحد النهار هذاك نسميوه حنا غير ميكانيكي، داك الميكانيسيان خبر داك الولد قال لي ها ودي انا راه غادي نمشي لبرا، غادي نمشي للخارج، الخارج طالبين الميكانيسيانات، الميكانيسيان في الخارج راه تيخدم وتيدير وتيفعل كذا كذا. عندي ولد عمي ميكانيسيان في الخارج تيعاود ليا نهار مشى فهمتي عنده غير حرفه في راسو، دابا راه ولا ودار وفعل كذا كذا، وتزوج واحد الطاليانيه وعايش معاها مزيان وبوها لاباس عليه، وعنده واحد الكراج كبير وعنده كذا وعنده كذا، وراه غيديني تما وراه وجد ليا السكنه وتيوريه، تيقول لي ها ودي تيجيب لي بورتابل ديالو تيقول لها السكنه شتي هذه هي السكنه اللي ديالو هو عايش فيها، هذه السكنه اللي خلى لي انا هي صغيره قال لي جيت عايش فيها وكذا 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 وكذا، هذه مراته واقف معها، هذه اخت مراته تيقول لي الا جيتي ان شاء الله تزوج بها باقا تتقرا. الاخر غير تيتصنت ليه. واحد مرة دخلت معاه في الموضوع وقال لي كيفاش غتمشي، واش غدير التاشيره غدير الفيزا ديالك، قال لي لا، لقيت واحد السيد تيحرك هو اللي غيحركني. فعلا مع الكلام مع اليوم غدا اليوم غدا الاخر، كل نهار تيخبرو وتيقول لي فين وصل في ديك العمليه اللي بغى يدير ديال الحريق. قال لي واحد النهار بان السيد طلب مني 4 مليون وانا وجدتها ليه، ودابا راه دا واحد الدراري مشاو، واحد 4 دراري مشاو وراه عيطوا ليا من لهيه وقالوا لي راه السيد راه معقول وراه كذا وراه كذا وراه كذا وراه كذا وراه غيديك غيديك هذا هذا. هذاك الولد طاحت لي فراتو فكره بحال يلعب مع الشيطان، الدري اللي ولد عائلتهم ولد عائله، الدري اللي عنده موتور كبير ديالو، اللي عنده طوموبيل ديالو، اللي باه تيقول لي انا ما تنطلب منك والو الا قرايتك
تمشي لقرايتك، واللي تيقول ليه انا بغيتك تشد واحد الدكتوراه ديالك في الانجليزيه، وبغيتك تكون استاذ ديال الانجليزيه، وبغيتك وبغيتك وبغيتك. دخلت لي هذيك الفكره ديال هو حتى هو ولا تيفكر يمشي لايطاليا ويعيش في ايطاليا، وما شنو غيدير في ايطاليا. عرض فكره على امه ما بغاتها شيء. وصلت الخبر لبوه، بوه دخل معاه في نقاش كما تتقول واحد السيده من عائلتهم، نقاش حاد. تيقول لي كيفاش شنو خصك هنا، اشنو خصك هنايا، شنو خصك هنا في المغرب، شنو خصك معايا، اشنو خصك، قرأ ديها في قرايتك ومن بعد تاخذ فيزا بطريقه قانونيه، وانا غنشد الفيزا وانا غنديك معايا وتمشي تشوف ديك الدنيا. حنا ديك البلاد حنا بالنسبه لنا حنا مشيو لها غير سياحه، ماشي تعيش فيها. ولكن داك الدري واللي فراسو فراسو بغى يمشي مع داك السيد صاحبه، بغى يمشي معاه، تيقول لهم انا غنمشي معاه، انا غادي نمشي معاه، انا غنمشي معاه. باه شرح ليه بان عنده عمامه وعنده ولاد عمامه في الخارج في فرنسا وفي ايطاليا، عنده عائله كبيره. تيقول لي نهار غتبغي تمشي اولدي غتمشي سائح وغنصيفطك عندهم وغتمشي تشوف عندهم، وراهم تيتسناوك وراه كذا وراه كذا وراه كذا. الوالد ديالو مسكين دار ليه اتصال ما بينه وبين خوتو اللي في الخارج، وتيهضروا مع داك الولد تيقول له وغير صبر راه غير قرا ديال في قرايتك، غادي نجيبوك عندنا وغتشوف الدنيا وغادي دير وتولي استاذ ديال الانجليزيه في بلادك، وتبقى تجي وتمشي وكذا. دخل انت عاودوا ليه الدري لا خصو يمشي، ديك المشيه اللي مشى معاه هذا غادي خصو يمشي معاه، هذا غادي يمشي خصو يمشي معاه. واحد وقت باع الموتور ديالو، وباع الموتور ديالو ب 6 مليون، ان كان عنده موتور كبير، موتور كما تنقول كان سيلندر بيرمي. باعو بحجه، اما قال مو قال لا راه فيه الخطر، كان يضربني واحد خيناد، كنا كنت غنتقلب وكذا وكذا، وهذا البوليس حاطين علينا وكذا وكذا. باع موتور وبا فرح، قال وندي باع الموتور وندي، ما بقاش مع داك الموتور اللي خلانا. وراكم تتعرفوا الموتورات الكبار، الناس اللي عندهم موتورات كبار راكم تتعرفوهم، هذوك الموتورات الكبار تشوفوا الصداع اللي تيديروا. وانا تنقول لكم هذا الكلام لان تنعاني من هذا الصداع، لان في الحومه ديالي كاين واحد الدري عنده موتور كبير مصدعنا في راسنا، مصدعنا في راسنا، وتيديروا هذاك تيزيدوا بعد المواد في ليسانس باش تبقى يدير صداع بزاف، وخلعوا الناس. وراك تشوفوا الضربه ديالهم الحادثه ديالهم مميته، اما يقتل اما تيتقتل. ما اننا تنشوفوا ناس اوروبيين تيجيو منهم من المانيا ومن فرنسا، وتيجيو قافلات ديال الموتورات كبار، وتيجيو السياحه غاديين مقادين مصاوبين. حنا عندنا هنا تيدير موتور كبير وتيبقى يدور وسط حومه مصدع حومه، تيدور نهار كامل والناس تيدعيو فيه بالقاوي الله يعطي الله يعطي حتى تجي. وهنا غندير واحد الخرجه والله العظيم، كان واحد ولد عنده واحد الموتور كبير، وكان تيدوز في الشارع، شحال شدوه البوليس وطلقوه، شحال شدوه البوليس داو ليه غرامه، شحال شدوه هو الدري اللي فراسو فراسو. وكان تيدوز بواحد السرعه وبواحد الصوت ديال داك الموتور، فهم تيخلع الناس. ودار واحد الحادثه، مشات معاه واحد البنت كانت راكبه معاه، مشات الضحيه معاه وماتوا بجوج. لو تيقول الناس هاد الدعاوي ديالنا، هاد الدعاوي ديالنا، هاد الدعاوي ديالنا. لان لما ايوا الشاب تكون عندك موتور وتكون غادي في الشارع وتدير داك الصوت فا 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 صدع الناس، راه ماشي صحابك الناس تيقولوا بطل، راه تيبقاو يدعيو فيك من تدير داك الاعمال هذيك. انا غير تنبه ونكمل الحديث ديالي. باع موتور، باع موتور واحتفظ بالفلوس، احتفظ بديك 6 مليون كما تتقول السيده اللي من عائلته. وباه ما تيحاسبوش، مو ما تتحاسبوش، عنده تا واحد حساب في لابونك، تيخلي فيه فليسه تيعطيهم ليه با بعض المرات من تيكون البراش قليل، تيعطي شي فلوس شويه زايده تيديرها في لابونك باش تيدير ليسانس الموتور، وباش تيدير ليسانس باش يدير المازوت للطوموبيل. دابا الموتور مشى ولات عنده فلوس في لابونك اللي هي شوف اش كان عنده قبل، يعلم الله وزاد على هذيك 6 مليون. واحد النهار الدري غبر ما بان، غبر ما بانش، دارهم ما جاش ليها، بقى تيشوفوا اشنو وقع اشنو وقع. تيسولوا العائله ديالهم في المدينه واش ما جاش عندكم، ما جاش عندكم. جاوا عائلتهم تما لدارهم، تيلاحظوا بان الدري هز حوايجه، بان مزوز الباليزه ديالو، مزوز واحد الساكادو ديالو، داو شي سبديلات شي حوايج، اي دري دا حوايجو اللي مهمين، دا البورطابل ديالو، دا كذا دا كذا، ولكن ما تيجاوبش ما تيجاوبش ما تيجاوبش اي. بقات الامور تقريبا الصمت التام، لو كرون سيلونس، تقريبا واحد السيمانه واحد اسبوع الدري ما تيجاوبش التليفون،
دار مشوا عند بوليس ديكلاراو داو تصويره البحثي فائدة العائلة مشاو الدري فينا هو ما كاينش الدري امه اللي هي عندها هو الوحيد وراكم تتعرفوا ام عندها درتي هو الوحيد وغادي يخبر ليها والاب عنده ولي عهده هو داك الواحد داك الدري هو الواحد وغادي يخبر ليه وغادي يخبر في ظروف غامضه وما غيبان شيء عنده صاحب الميكانيسيان ولكن هو تيقول عندي صاحبي ميكانيسيان وشكون هو هذا صاحب الميكانيسيان اللي في واحد الحومه وكذا 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 شكون هو بقى باه تيعطي الفلوس بعد الشبان ديال الحي باش يقلبوا على هذا الميكانيسيان رجعوا بعد الشباب تيقولوا ليه ودي راه ولدك هذاك راه كان صاحبو تعرف معاه في العصار طريق عطاتهم العصار هنا مشيو عند البوليس قال لهم ودي رجعنا واحد المعلومات بان ولدنا كان مع واحد الصديق ديالو صاحبو اللي ولا جديد صاحبو اللي هو ميكانيسيان وبو عنده حالو ديال لا ميكانيك وكان معاه في العصار صاحبو ما تيتفرقش معاه البوليس مشاو من هذا الدرب هذا ومشاو تبعوا هذا الطريق مشاو للعصار وشوفوا مع ملاصات يسولوه نعم ملاصات جبد لهم واحد لفيش ديال الناس اللي هما عنده وجبد لهم داك الدري وهنا تنحيي الناس اللي عندهم ليصال ديال الرياضة اللي تيطبقوا القانون والقانون ديال لاصال راه واضح أي يكون داك اللي غادي تريني في لاصال يكون عنده بطاقة ديال ديك لاصال بطاقة ديك لاصال هاد شي ماشي قانون يزعم المخزن تعاقبك عليها لا ولكن تكون عندك بطاقة لاصال ويكون عندك تتخلص لاسيرانس ديال لاصال التأمين ديال لاصال لأن شحال واحد مات في لاصال شحال واحد طاحت عليه حديدة شحال واحد دار شي عملية خايبة في لاصال ولات عنده عها مستديمة شحال واحد في لاصال وقع عليه شي تشنج كبير اللي طلب منه باش ينعس في الكلينيك وشحال واحد وقع في سكتة قلبية هنا لاصال او ليصال القاعه ديال الرياضيه القاعه الرياضيه اللي هي في الملك ديال الخصاصه ديال مواليها خص يكون عندهم اولا اي اديرون اي واحد دخل جا شي تريني يكون عنده واحد بطاقه شخصيه ديالو عند مول لاصال الصوره ديالو النوع ديال الرياضه اللي جاي يدير عندك ويكون عنده لاسيرونس ولما يجي عندي انايا واحد تريني عندي ويعطيني البطاقه ويخلصني ويعطيني فلوس لاسيرونس خصو نعرفو على لاسيرونس خصني نعرفو على لاسيرونس نقول له ودي حنا مسؤولين لك عند الشركه فلان فلانيه راك تما في عندك لاسيرونس نعم لان تنتريني عندك وتنخلص لاسيرونس توقع لي شي حاجه تنتابع لاسيرونس هذاك البوليس مشاو عند داك مول لاصال تيتريني في الولد قلبوا الفيشيو ما يجبدوا داك الميكانيسيان جبدوه تعرفوا عليه قال لي هذا هو الميكانيسيان صاحبو ندخلوا مع هذا الدرب ديال نمشيو نقلبوا على الميكانيسيان مشاو تعرفوا على الدار ديال داك الميكانيسيان وتعرفوا على باه وباه قال لهم هذاك راه انا عييت معاه وقلت ليه ولدي جلس تعاوني وجلس خدم معايا وكذا وكذا وبقى لاصقني وفي الاخر عطيتو 5 مليون 4 مليون قال لك غيعطي هادشي حراق ومليون بقى عنده وقال لي غنحرق انا وواحد صاحبي انا وصاحبي اذا حرق هو وياه بان بانه ولده حرق وحرق معاه صاحبه واحد صاحبه تعاود ليه اش تعاودك عليه قال لك بو هذا باس عليه قال لك اسيدي حتى هو كان عنده شي موتور باعو قال لك اسيدي قال لهم خداو البوليس معلومات من عند الاب ديال داك الميكانيسيان من عند ام ديال داك الميكانيسيان اللي هو هادر اليوم على داك صاحبه قال لهم تاكدوا بانه هاد الولد مشى مع هاد الولد هنا الام شويه تفاجات بعدا ما ميت شيء بعدا ولدنا رافع مشى للخارج كما كان الحال هما ما بغاو شيء ولكن كما كان الحال تعرف بعدا على الاقل تعرفي كاين ان الدم مشى للخارج واحد الولد في البحث تيقول من الاصدقاء ديالو في البحث ديال البوليس مع تعميق البحث على الاقارب والاصدقاء والدراري اللي في لاصال وكذا واحد كان معه في لاصال وكان صاحبو حتى هو تيقول بانه ادى معاه 20 مليون تيقول لهم انا كنت نمشي نصرف معاه الفلوس وتنصرفوها بالاورو وتنصرفوها حتى بالدولار اذا باع الموطور ب 6 مليون اذا كان مخبي 14 مليون او يعلم الله كي دار واش باع ديك الطوموبيل اللي خلاها في دارهم غيجي يديها شي واحد ولا كذا وكاين هذاك الولد تيقول انا كنت نمشي معاه عند اللي تيصرف الفلوس وتنصرفوا الفلوس هنا وهنا وهنا وكنا تنمشيو للرباط تنصرفوا عندك اللي في الشارع وهذا اللي قانوني وغير قانوني تنصرفوا ولكن قال لهم حسب ما شفت انا تقريبا غيكون دا واحد 20 مليون مشاو عند واحد من دوك اللي تيصرفوا الفلوس مشاو عنده
عرفوا وقال لهم ايه تجي تصرف عندي الفلوس، ولكن تقرب تصرف عندي انا نقول لكم واحد 9 ولا 10 المليون، ولكن ذاك الولد قال صرف هنا وصرف هنا صرف هنا، اذا الدري دما 20 مليون تقريبا 20 مليون حسب البحث يدور البوليس وعائلته وكذا وكذا. ومشى دازت 10 ايام، واحد النهار عيط على امه قال لها امي انا سمعتكم لوطوا عليها الى لا قضي عند البوليس وكذا وكذا، واش ما بغيتوش دبر راسي، واش بغيت نبقى انا تما في المغرب، واش انا كذا واش كذا، بنشوف حياتي وبنشوف برا وبنشوف كذا 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 كذا. تقول لها ما تخافيش عليا وهذا، وموت تقول لها بغيت نشوفك انت تعلمنا وصافي، قولها للوالد قول لها انا راه مشيت لبرا، صافي انا مشيت لبرا دبرت راسي انا مشيت لبرا وهذا وهذا. تقول لي امو فين انت ولدي؟ تقول انا في اسبانيا، انا في اسبانيا رحنا قطعنا ومشينا، مشينا في اسبانيا صافي، ولكن غنوصل انا غير غنقد طريقتي وانا عارف كي غندير كي هادي كي هادي كي هادي. المهم تقول دوز عند عمامك دوز عند عمك فلان دوز عند كذا دوز عند كذا. باه ساق الخبر هادشي ولا تتصل بخوتو اللي عنده في الخارج وراه جا راه في اسبانيا راه علمنا راه لقيناه راه في اسبانيا، شوف اللي جا عندكم الله يرضي عليك خذوا بيدي الا كان اديروها صحيح ليل ونهار. وجا باقي ما جاش، وجا باقي ما جاش، وجا باقي ما جاش. داز تقريبا 28 يوم والدري راه في اسبانيا مع صاحبه، مشاو بجوج امام رسيق الاخبار امامو تيتسناو تما، ولكن اتصال ما بين الاب والعمام الدري ما جاش عندهم. واش باقي واحد في اسبانيا في شي بلاصه؟ يمكن باش يجي عندهم الطاليان. تيحاولوا يتصلوا به ما تيجاوش، مو تتصل به ما بقاش تيجاوب، هضر معاه مره وحده ما بقاش تيجاوب. حتى واحد النهار 28 يوم المرأة تيجيو عندها جوج دراكيه للدار، يجو للدرك ومعهم جوج ديال البوليس من الشرطة القضائية، دقوا عليهم في الدار. خرجت الأم هي اللي كانت تما قالها فين هو راجلك؟ قالت ليه لا بغيتو نعيط عليه هو كاين، عيطوا الراجل جا. تتقول السيدة اللي مع عائلتها تتقول بأنهم قال لها لا ما كاين بس، وبقاو جالسين في الطوموبيل تيستناو الراجل. والام تتقول ميك والو بس، يقول لا ما كاين بس. الام تتقول مع راسها ولدي راه في الخارج وراجلي ها هو جاي، اذا مناش غنخاف انا ما عندي مناش نخاف، ولكن بقات واقفه قدام الباب وخرين جالسين في الطوموبيل. جا راجلها نزل من الطوموبيل، هبطوا هذوك الدراكين بجوج وهبطوا دوك جوج البوليس بجوج مشاو عنده. السيدة تتعاود ليا وتتعرف تعاود، وعجبتني في التعاود ديالها لما قالت لي حنا بقينا في الباب وتتعطيني داك الشيء مع حتى تعطيها اسئله. داك الطريقه ديال 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 الصرد ديالها كان عجيب، وكنت نسولها وكنت نشوف فيها المعقول الحقيقه، تقول الحقيقه وما هو جميل وليس بجميل، وما هو شنقول لكم فظيع، ان لم اقل جميل اقول فظيع. هي باش عاودت لي فاش الجدرمية وقوم عبوح عين بوعد وهي تتشوف وراتو تتشوف، تيشوف الجدرمية تيبينو واحد التصويرة، تيشوف الأب تيهضرو معاه، تيبان الأب نهار وطاح، طاح بها جلس على التروطوار وطاح، المرأة بقات تتغوت وديك اللي معاها السيدة اللي تتعاودنا من عائلتها اللي ديما معاها قالت لك حنا بقيت نضربو في حناكنا اش وقع ما وقع. هادوك الجدرمية والبوس ولاتهم جيبو الما جيبو الما تيكبو ليه الما. المرأة قالت لي مرأة جينا عنده السكر، جاء أروني السكر ما جيب السكر، جابوا لي واحد شوية المنادى شربوها ليه وكذا وكذا. سيدي رجع الله والله يعظم أجرك وعليك بالصبر وعليك بكذا 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 بكذا. أش هاد الخبر اللي جابوا ليه؟ جابوا ليه بأن ولده مات. جابوا ليه بأن ولده في واحد الغابة بجنب البحر حدا القصر الصغير بجنب البحر، واحد السيد دايز وتلقى جثة ديال واحد شخص مقتول مضروب راسه مقتول، هو اللي علم به الدراك. ومشاو الدراك لعين المكان ولقاو داك الدري قاطن عليه فوق منه الربيع وقاطعين شي برونش بغاو يخبيوه، اللي قتلوه بغاو يخبيوه بجنب البحر. كان الغابة والدري تما مقتول، لقاو تما مقتول بوحدو ما معاش الميكانيسيان. حسب كلام المسطرة اللي الحمد لله توصلت لها ديال الدرك الملكي، تيقولوا بأنه
تنتقلوا مع المخبر من غابة مسمات كذا، تنجيو لواحد المكان معشوشب وفيه أشجار، فيه الأشجار بزاف أشجار، تلقاو واحد الولد مقتول بحيد اللي السبرديلة ولبس غي تريكو وسروال بلوجين، تيقول مقتول مضروب في راسه، تيقول بأنه بدات العلامات ديال النفخ، بدات يتنفخ، وبأنه المخدور البصمات ديالو تعرفوا عليه حسب لاكارت البطاقة الوطنية ديالو، داكشي تعرفوا عليه. لحسن الحظ كان هز مع الباسبور ديالو والبطاقة الوطنية ديالو، ولقاو مقتول تما. من قتله؟ لا يعلم أحد شيئا. من قتله؟ هنا البوليس هضروا مع داك السيد، قال لي شوف من فاق وديك حد، إلا خصك تجي عندنا غتجي عند الدرك الملكي، هما غتجي عندهم، تجي عند الدرك الملكي غيعطوك المكتب ديالهم في كاين، وتمشي عندهم باش يبحثوا معاك، يكملوا معاك البحث على هذا ولدك، باش ما تمشيش روحوا غا هكاك قتلوه الصلاة على النبي. مشى بوه عند الدرك الملكي وجلس معاهم، وديما في رفقة أمه، وتعرف على ولده بعدا من ما مشى داو لامورغ، تعرف على ولده، شاف الدري مقتول في مستودع الأموات، وتعرفت عليه أمه. والأب حتى قال لي ما ودي أنا ودي راه هاشكين هاشكين كيما عاودت لكم أنا، وعرفهم على داك الميكانيسيان، وقال لي حنا البحث غادي داو لي المحضر ديالو، وتطال المتابعة خلال المحضر ديالو على الناس اللي قتلوا ولده ومع شكون اللي قتلوا، ولكن فتح لهم الباب ديال البحث باش يبحثوا مع الميكانيسيان اللي مشى معاه. الأب ديال الميكانيسيان لما جاو الدرك واستدعوه برفقة ديال الشرطة، وبغى تيقول أنا راه عيط ليا وقال ليا هذه واحد السيمانة، قال ليا برا أنا في إسبانيا، ورصفت ليا بأنه في إسبانيا، وصفت ليا فيديو في إسبانيا، وخدوا من عنده البورتابل لقاو الدار فعلا في إسبانيا، تيسير با وتيقول الواليد أنا، ولكن داك الدار الآخر ما معاش، هو تيشير وتيسلم عليهم وتيقول لي راني غادي للطليان وراه كذا راه هذا راه هذا، تيقول لي داك الولد تفارقت انا وياه، قال لك غيمشي عند عمامه ولا مع عند خواله، وانا تفارقت انا وياه، انا بقيت بوحدي. اذن شنو فهمنا من هذا الشيء؟ هذا شنو فهمنا منه؟ هذا الولد هذا الميكانيسيان هو سببه في الحرق، هو اللي بقى تيعمر ليه راسه، هو ما خاصو حتى شي خير، وداك الشيء اللي عايش فيه مع والديه ما عمره غيلقاه لا في طاليان ولا في ميريكان ولا في اي بلاصه، وكان عليه ينتظر هذا الولد لانه حالته الماديه وحال الولد ديال الماديه تمكنه من الحصول على التاشيره، وكان يمشي توريس بلاصته بلا هذه بلا هذيك. هاد الدري تيقول لبو انا تفرقت ما مشى عند عمامو، ولكن عند عمامو غتفرق معاه في اسبانيا، غتفرق معاه تخرج من اسبانيا تمشي لطاليان، يمكن مشى عند عمامو تفرقت معاه. هاد الدري عنده 20 مليون اللي مات ومشات، ولكن ما هو جميل بان الاخر ما تيشوفوا الفيديو ديال ولد هذاك ديال الميكانيسيان في اسبانيا، تيشوفوا الساكادو ديال صاحبه ديال الدري، ساكادو زرق هزو، هاز الساكادو ديالو وهاز الساكادو زرق مصور به، صافي دير دا معاه الساك ديال الدري، معنى هذا ان الحوايج ديال الدري قدام هو، معنى هذا انه لا يستبعد قتلو، قتل داك الولد، قتلو لما شاف عنده 20 مليون، وهو عنده كما قال با عطيتو 4 مليون للحراق وعطيتو مليون ليه، واش ديك 4 مليون عطاها بقالي مليون شافو ما قادوش، شاف عند الاخر فلوس بزاف وطمع، هذيك البلاصه اللي تلقى فيها الدري مقتول من تما تيحرقوا الغابه والجبل وقريبه تما تيجيو دوك الحراقه بالكلوزور ديالك وداك الشيء تيديهم، اي انهم ربما مشاو تما تيتسناو، لان الحراقه تيخليهم في الغابه يومين ثلاث ايام بالبرد والشتاء والجوع، تيخليهم تيجيبهم يحطهم في شي دار يسدوا عليهم. دابا نعاود لكم واحد القصه، واحد الجدال وحدين سد عليهم في واحد الدار خلاهم تما، تيقول لهم ما تهضروش ما تتكلموش، خلاهم تقريبا 20 يوم، تيدخل تعطيهم السيترو ديال الحليب وكوميرات وما تهضروش، راه مالي العماره كذا كذا سكتوا. هذا يمكن حطهم في ديك الغابه هو ويا اللي تسناونا الوقت اللي جاو اخرين داهم لهم شاب وحده، يمكن قال لهم هذاك راجع في حالته هو راه قتلو، لأنه ها الساكادو ديالو باين بأنه قتلو هذاك، دات عليه مذكرة بحث الصعيد الدولي، لأنه هو المتهم الأول، والساك ديال كيفاش أنت في إسبانيا قلتي لي مرة مشى عند عائلة ديالو، ما عندوش عائلة في إسبانيا، وأنت ها الساك ديالو معاك، تقول لي ما تفارقت أنا وياه،
إذا درتي ما بغيتي 20 مليون اللي كانت تتصرف الأورو بالدولار جراته باش يقتل صاحبه باش يقتل الدري مسكين ود عائلة دري لاباس عليه من دوك اللي تغواو وما أكثرهم اللي تغوا دوك اللي تاقوا بشي وحدين جاو كذبوا عليهم قال لهم كذا 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 ومشاو وماشي بغى يمشي للخارج بغى يمشي بحال غادي انتحار نموت غادي ندوز بالزودياك وندخلوا مع البحر وهذا والمواج اش خصك اولي اش خصك هذاك بقى مبحوث عليه برقية الصعيد الدولي كما خدمت الخدمه ديال الشرطه الخدمه ديال الدرك الملكي بانه لا يستبعد ان هذا الشخص هو القاتل ولا يستبعد بانه استنادا الى الصك اللي هاز ديال الدري والكذوب اللي تيكذب في التليفون على باه ومشى وقتلو ودى الفلوس او شي واحد عاونو يعلم الله ودى فلوس ومشى. ولكن حاجه اللي زوينه بانه كما قالت لي السيده تتقول بان ذاك الميكانيكي دخل ايطاليا الوجهه اللي كان غادي لها وكان في اتصال دائم مع بوه وتقول بانه تقتل في ايطاليا تقتل هادشي تاكدوا الميكانيسيين الاب ديالو الميكانيكي تاكدوا لما زدت بحث وصلت شي ناس اقرب منه تقول ايه هذاك ولدو راه قتلوه دوز شي عامين في الطليان وقتلوه ما عرفوش شكون اللي قتلو ورا صيفطوه من تما جابوه ودفنوه تقتل في الطليان شكون اللي قتلو في الطليان لان الدري بقى في اتصال مع بوه الميكانيكي ديما تهضر مع بو وباه وعائلته هو مبحوث عليه على الصعيد الدولي متهم بالقتل والدري الاخر عمامو ولاد عمامو معروفين ومشهورين في ايطاليا وصلوا ليه يمكن وصلوا ليه انا لا استبعد بانه وصلوا ليه على ما هو عامين غيدخل مع المافيا ويدخل مع هذاك الشيء وداك الشيء راه عامين يبقى يتلوى تما غيتلوى مره بيت هنا مره هز كارطون مره خدام في الفلاحه مره غادي يتلوى على هو غمشى عطاو الاوراق ولا غمشى تزوج طاليانيه ما عند معلومات تاع عند بوه ما عنده لا معلومات لا مو عنده شي معلومات لا جيرانه ولا صحابو تعرفوه وقتلوه في الطليان قتلوه شي وحدين في الطليان وجابوه في صندوق ودفنوه نعم كان قوة الله وقدرة الله ربما ربي انتقم منه ربي انتقم منه من داك الشاب ولا يستبعد ما يمكن شيء ما دار والو داك الشاب وصلت عليه الله هاد القتل من طرف مجهول ما لقاوش اللي قتلوه وصيفطوه في صندوق خرج على داك الوليد خرج على ديك الأم كما قالت لي ديك السيدة قالت لي أمو مرضات واحد المرض ولا تطيح في الطريق تتكون غادا تطيح وتتكون مع العيلة تطيح وتتغمى وتتعود تفيق حالتهم حالة بوها ما بقاش يدا في خدمته تيقول الناس وانا على من خدام اللي خدام عليه راه مشى ليا اللي كنا نتسناو زواجو نتسناو وليداتو راه مشى ليا كلاها الميكانيسيان داك الولد وكلي هذاك الولد براسو الميكانيسيان وكلي هذاك الدري وكلي باه وكلي همو في سبيل ماذا؟ في سبيل الحريق 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 الحريق. وكنت قلت لكم واحد مرة على واحد البنت وديما تتبقى فيها البنت ان بنت عائله بخير وتقول البوليس يعاودوا لي البوليس اللي خدموا هاد لافير اللي تيعرفوها مزيان هاد البنت كانت عايشه في التسعينات في واحد المدينه بلا ما نذكر والديها مساكن وبقاو عاوتاني يعاودوا يبكيو وهاد البنت كانت الراجل عنده وليدات ولكن عنده جوج بنات بنت مجوجة وبنت عازبة هاديك البنت كما تيعاودوا ليا بعض الشرطيين كانت معروفة بأنها جميلة البنت الصغيرة جميلة وكانت اختها الكبيرة تدابز مع راجلها وتينوضوا صداع ديما مدابزين ديما تدافوني ديما كذا كذا وتيمشيو عند البوليس وكانت هي تدخل بيناتهم كل ساعه حتى ولاو عرفوا البوليس هما هادو اخويا الله يهديهم عاوتاني تدابزوا صافي خويا غيتصافحوا كذا كذا ولات معروفه عند البوليس بانها تجي الصلاح ما بين اختها وراجلها وكانت بنت كيما قلت لكم كيما عاودوا لي هما كانت بنت جميله وباها كان لاباس عليه وباها كان من اسياد ديال ديك المدينه وكان رجل معروف بكرمه وماله وخلقه وادبه وكان واحد مجموعه الناس يتمناو ديك البنت تزيد شويه في العمر
وتزوجوا بها، لان كان عندها العمر باقي صغير، عندها 16 17 وهي كانت مهربه من الزواج، من داف قريتها ما تفكرش في الزواج، وكانت هي ديك البنت بشوشه مع الناس، كانت تتسلم وتضحك وكذا وكذا وكذا. وتعرف مع واحد البنت كانت بنت حومتهم مشات لايطاليا، ماشي انا تنذكر ايطاليا بوحدك بحال تنهجي الدوله، ولكن المشكل وقع في هذه المدينه هذه، في الدوله هذه، جوج مشاكل، وربما كاين مشاكل اخرى وقعت في الصين وقعت هنا ولا هنا. تعرف مع واحد بنت بقات معها في اتصال، تيقول بها مسكين، تيقول انا بنتي كانت تقول يا بابا خصنا نخرجوا شي مره للخارج، تنقول ان شاء الله نصاوبوا الباسبور، كان ديك الساعه الباسبور شويه مزير، نصاوبوا الباسبورات مشي انا وامك وكذا وكذا، عنده حق يمشي وعنده حق الفيزا، ولكن هي زربات وتسرعات، تقول لي خليني نمشي عند صحاباتي ونمشي نشوفهم ونمشي لبرا. فعلا حصلت على التاشيره، خذات الفيزا ديالها قانوني ومشات لبرا قانوني، وعطاها بوها الفلوس بزاف اللي قدوها، ما تخصم حتى شي حاجه، ودات كادوات صحابتها تما، ودات كادو ديك صاحبتها، وكانت سكنات في واحد البلاصه مزيانه، ماشي مسات تخبات عند شي واحد شي بيتو كوزينه، سكنات بلاصه مزيانه بان فوطين مزيان، وبقاو ديك صحابتها مع اتصال يومي، وهي تمشي معاهم للريستورون تتعشى وتتخلص وتمشي معاهم من هنا وكانت هي لقات واحد شويه الحريه ديالها تما في اللبس، داك اللبس اللي كانت تلبس هنا في دارهم ديال الحشمه وكذا وكذا، ولا تلبس لباس تما اوروبي وجامعها كما تيقولوا، وكانت القامه ديالها والطوله ديالها جامعها الكسوه اللي كانت تلبس، وكانت تلبس شي حوايج من تما من ايطاليا، وانتم تتعرفوا ايطاليا واللباس ديال ايطاليا وكيفاش تلبسوا الايطاليين، لانهم من الدول مشهوره في العالم باللبس، لا المراه ولا الرجل الايطالي. وانا شفتهم في روما في واحد الجهه تيتجمعوا الناس اللي لابسين كساوي جداد، الكوبليات جداد والبجداد، وتيبقاو يتمشاو تما والناس يشوفوا فيهم اللباس جداد اناقه، تيجيو يشوفوا الاناقه العالميه ايطاليا، وكانت تلبس حتى هي ولا شي داكشي وتتلبسو. وواحد النهار شات واحد كسوه يديها عريان من هنايا ودارها عريان، ومشات تتسنى واحد صاحبتها دارت معاها في واحد ريستورون تسناها، وهي جالسه في واحد الكرسي، وجا واحد من اللور هاز واحد الجنويه، هما تيقولوا انا ما بغيتش نذكر الدوله ديالو باش ما يقولكش انا بغينا فيهم الخدمه ولا ما تنبغيش فيهم الخدمه، من الدول المغاربيه، ليس مغربيين ولكن من الدول المغاربيه، حيت لقينا الدوله يقول لك انتم حاطين عليهم كذا، لا 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 من الدول المغاربيه. جا وجاها من اللور وضربها بجنويه، ضربها الكلوه، وفي ديك الوقت اللي ضربها السيده اللي في الكونتوار اللي مكلفه بالقهوه اللي قالت لي ماشي هي ماشي هي ماشي هي سي با الاخر تيضرب، تيقول ماشي هي هو تيضرب. اشنو وقع؟ هذاك السيد من طاح، ديك السيده شافها طلق الموس وطاح وسخف وما قدش ينوض. علاش؟ حيت هذاك كانت عنده نيه يقتل واحد الخليده ديالو، صاحبته عنده معاه مشاكل، صاحبته عربيه من دولته وهو عربي من مغاربي وهي مغاربيه، وكان ذاك النهار عنده ما حساب وجا، وهذيك كانت لابسه كسواك بحال هذيك، هذيك كسوه اللي لابسه ديك البنت تلبسها الاخرى هذيك، هو جاها من اللور شاف ديك البنت مع اللور ديالها يصحاب ليه هي كما تيقولوا، كان ليل وكان الضوء شاعلين، ودخل وضربها وسط ديك الريستورون، والسيده تقول لي ماشي هي، ولما جاو البوليس قال لهم انا يصحاب ليك، انا ما يصحابنيش هي، انا يصحابني هذيك اللي مخاصم معها، هاد السلطه اللي خرجت عليا ودارت لي وفعلت لي وطرقت لي. السيده تقتلات وجابوها ديك المدينه، وكانت كما تيقول لي البوليس اللي حضروا، كانت واحد الجنازه مهيبه، كان واحد الجنازه حضروا فيها السلطات، حضروا فيها الناس على بواها والجاه اللي كان عند بواها والفضل ديال بواها، حضروا الناس كامل، المدينه كلها تتهز بواها، والمدينه كلها غادا مع ديك البنت، الطيبوبه ديالها والانسانيه ديالها. وعلاش مشيتيش؟ يا اخي ياك قال لك باك حتى نمشيو بنيتي كنا، ياك بنتي قالت لك امك خلينا بديت حنا تنمشيو نشوفو حنا الخارج، شوفو الطريق باك راه تيمشي ويجي، والفيزا تقدريش تديها، علاش هاد الزربه؟ علاش بغيتي الحريه وتكوني بوحدك تما؟ علاش؟ كل ما غلطاتش مسكينه بغات حريتها مع صحاباتها وبغات تضحك وتلعب وكذا وكذا، ولكن هاد الضربه منين جاتها؟ جاتها من الجناب، قتلها واحد غلطا، قتلها غلطا. وعاودت لكم واحد القصه ديال واحد النهار، ورا قالوا عليا في واحد اللقاء اللي درتو اخيرا، درت واحد اللقاء ما تلفازي ميدي ان، وقالت لي الصحفيه شناهي الموت اللي بقات فيك؟ قلت لها الموت اللي بقات فيه هي واحد بنت هبطت من الطوبيزيه من الجامعه، وواحد خينا حيح بواحد الموس، وهي مسكينه دايزه حداه كاع ما شافت عنده البوس ولا هذا، هو يضرقها ويضربها قتلها عند الدار مغيب وحدها تاعية وقتلها.
هادو هما اللي بقاو فيك الجرائم ديال وحده مسكينه بريئه. هي تموت وتتساءل اش درت ليه، هي تقول اش درت ليه، مالو مالو اش درت ليه. مشات يا ليتها كيما قال باها تيقول الناس مات ليا بين يدي انا قدامي بلادي، موت في السبيطار، موت في كلينيك، موت هذا يضربها واحد قاعدنا عاود ما حنا تنستناو التليفون يجيبوا لنا في الصندوق. هادشي تنديو هادي قضيه، هادي ماشي حارقه ما حارقاش هيك، ولكن ياما جثت جات من برا، ياما جثت اللي جات من برا بسبب الحريق، ياما رمى البحر ديال عباد الله. هاد الايام كان واحد الفيديو خرج واحد، غادي ندير لكم مستملحه واحد الفيديو راكم شفتوه هاد الايام، ما عرفت اخويا فخري بكا ولا واد الزم وداكشي، غير صاحبي جالس حدايا في القهوه قال لي شوف علينا شنو وقع عليهم، وشي واحد ونصب على شي كثر من 40 واحد نصب عليهم في 4 مليون لواحد في واحد الدواء وواحد العروبيه تما 4 مليون، قال لي بغا نديكم من برا لاوروبا 4 مليون، وخدامين تيهضروا تيشكيو وهذيك القناه والله ما عرفت سميتها ما نقولها لكم، ما عرفت سميتها ما عطيتش اهميه، انا شي تيعصبني ودير لهم الميكرو تيهضروا واحد شيباني واش داروا بدقدقين ونضاضر تيقول له وحنا بغينا نمشيو للخارج ونخدموا في الخارج والدار 4 مليون و80 الف، وقال لي 4 مليون اعطيها الناس وانا اعطيني ندور ما يعطيني 80 الف، وقال لي الاخر واش تعرف اللغه الفرنسيه وتعلموها، ما انا ما نتعلموهاش انت تعرف اللغه الطاليانيه ونتعلموها واش كنت تخدم تما، وعطى الله ما يدير هكا تهضر وعطى الله ما يدير مالو ودا عباد الله. وهذاك سيدنا الاول بدا تدي الناس 4 مليون وطحن عباد الله ب 4 مليون، شو شويه مكثروا عليه عباد الله ولا تاخذ 3000 درهم 4000 درهم 5000 درهم واللي كان تيضربها، وواحد تيشكي بالحسبه بالحياه وغنمشي نعد الدرك الملكي وما داروش لنا المحضر، ذاك سيرو تتجمعوا كاملين وخاصهم يديروا لنا المحضر، زعما راه انت الحراميه تبغي تديرها مع الدرك الملكي وما دير مع ذاك اللي قول بك وداك 4 مليون، والدرك الملكي ما خدموش معانا والدرك الملكي خصهم يقلبوا ويجبدوا هذا السجن يعطينا فلوس داخل الدرك الملكي، شاد في الدرك الملكي، الدرك الملكي ما عندهم ما يعطوك، الدرك الملكي كل لقيت شي درك مطور ويدير لك بانه بغيت يتحرك يلا، وهذاك عمل غير شرعي وانت تقولها بغيت نحرق الدرك الملكي، مشيو يقلبوا عليه، مشيو يقلبوا عليه الدرك الملكي، انا كنت تحسب لي ذاك 4 مليون وتعطيها ليه. والغالي في الامر هاد الناس هادو ماشي شي شباب والكبار 50 عام و60 عام وعطى 4 مليون، 60 عام وعطى 4 مليون وبغينا نمشيو للطاليان، تقول اش خدمتك؟ اه ونخدموا في الفلاحه ونخدموا في كل شيء وانت راك فلاح هنايا، خاف الله حنايا واش هنا بحال تما ولا، وحنا بغينا نخرجوا وضربهم مارس دا اكثر من مليار نضربهم. ونهار غيتشد دبات نقولها لكم من هذه القناه ديالي، شتي هذاك اللي دار لكم ديك 4 مليون و300 فرانك و400 فرانك، نهار تشد انا ما غادي لكم حتى ريال، انا عمري ما شتي واحد حراك شديناه وجبناه تيحرق الناس وجبنا الضحايا وبقى تيرد لهم، مشات الفلوس مشات الفلوس مشات فلوسكم مشات، وغيتشد وغيضرب واحد 3 سنين ومشات لكم فلوس طاقين. نتمنى من الادريسات توصلوا الناس يفيقوا شويه ويعيقوا بهذا النوع ديال الجرائم وهذا النوع ديال نصب واحتيال. وبلادك بلادك يا حبيبي راه كاين الخير في المغرب الحمد لله، غير شوف لقدام اشوف لقدام وشوف جنابك وتحرك وجيب الله التيسير. والسلام عليكم ورحمه الله.